الحجاز، مهد الإسلام وموطن اثنتين من أقدس مدنه، مكة المكرمة والمدينة المنورة، إليهما يحج الملايين كل عام. لكن زوار الحجاز اليوم من نوع آخر. جيوش واحدة من أكبر الإمبراطورية التي عرفها التاريخ جالبين معهم مختلف ظهور بالقمع والوحشية. لكن كان هناك بارق أمل، حلم بالحرية، حلم بعالم عربي يبنيه العرب لكل العرب. وليتحقق هذا الحلم كان لابد من الثورة. بعد أن كانت لقرون من أكبر الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ، بدأت الإمبراطورية العثمانية بالتآكل في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. لكن الخطر الحقيقي الذي هدد مصير الإمبراطورية كان يواجهها من الداخل. في العاشر من تموز لعام 1908 بدأت مجموعة تنتمي لجمعية تدعى الاتحاد والترقي تعد انقلابا ضد السلطان عبد الحميد الثاني، مطالبين بإصلاحات جوهرية وبإعادة تفعيل دستور كان قد أبطل العمل به منذ زمن. باب العالية بازار جنيندان أونجي أماسية نزلتمية. في ذلك اليوم أرسل الاتحاديون برقيات للسلطان من كل مدينة سيطروا عليها، مهددين بتصعيد عسكري إن لم يستجب السلطان لمطالبهم. The idea of constitution was going to limit the powers of the sultan and would give chance to the representatives of the country. Abdul Hamid had two options. Either was going to send an army over there or try to limit their power. And at the end, he realized that he couldn't win. He cannot win. And he accepted the constitution to be on power again in 1908. منذ تلك اللحظة أصبحت جمعية الاتحاد والترقي الآمر الناهي في الإمبراطورية. لكن رجلاً ذا مكانة خاصة كان يرى ما لم تره الحشود المبتهجة، مستقبلاً مظلماً. إنه الشريف الحسين بن علي، أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. To Hussein, the enthusiasm that accompanied the Young Turk Revolution was a mixture of loathing and anticipation. الشريف حسين كان مدركا ان الدوله العثمانيه تتغير وان النزعه التركيه تطغى على النزعه الاسلاميه او دوله الخلافه، ومن هنا بدات ادراك الشريف حسين لمساله الخلافه انها ضائعه. وفي اثناء ذلك علم الشريف حسين بوفاه امير مكه وشغور منصب الاماره فيها، المنصب الذي كان هو أحق الناس به. يعني أولاً الشريف حسين كان موجود في إسطنبول في المرحلة التي سبقت الانقلاب العثماني 1908 بصيغة نفي سياسي. كان هو صاحب حق، صاحب إرث تاريخي، صاحب سلالة تنتمي إلى أفق عظيم جداً، وبالذات عند المسلمين كان من يتمتع بمنصب الشغل السلالة والنسب النبي عليه الصلاة والسلام كان محل تقدير وأكثر تأثيراً على مجتمع المسلمين.
Hussein, who's a very austere, traditional, reclusive man, rather enigmatic man. There's his son, Abdullah, who is anxious to consolidate the family's power base in the Hejaz. الاتحاد والترجي يريدون علي حيدر. ما هي غريبة منهم؟ ويا علي حيدر، مكة ما راح تبقى مثل ما نعرفها. الاتحاد والترجي ما يريدون مكة اللي تعرفها. والسلطان الخليفة مش هي مكة اللي يريدها، ما هو هو اللي قرر. At this point in time, Abdullah is the driving force. He's the man who's calling for action. نجحت محاولة الشريف عبد الله بإقناع والده أن يراسل السلطان مذكرا إياه بأحقيته التاريخية لمنصب إمارة مكة. It's in Abdullah that we see that Sharif Hussein's sons viewed the Sharifate of Mecca as a family good. They did so out of ambition. They did so also out of fear. They knew very well that in being replaced, they could be imprisoned, exiled, even murdered. So the stakes were quite high in the game that they were playing. وما إن وصلت رسالة الشريف إلى السلطان حتى سارع بطلب لقائه. وتكللت خطة الشريف عبد الله بالنجاح. So in 1908, Sharif Hussein is offered the Emirate of Mecca, and suddenly the opportunity arises to return home to become the most important city in the Muslim world. السلطان عين الشريف حسين بن علي في منصب الشرافة في مكة أو قيادة مكة نوعا من رد الاعتبار لمرحلة النفي التي سبقت ذلك. السلطان أدرك بأن الشريف حسين قد يضمن له تأييد الشعوب الإسلامية فيما لو احتاج أي دعوة من نوع الجهاد والحفاظ على كيانة الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية العثمانية. يا هلا والله يا هلا. أرحب بك نيابة عن الحكومة الجديدة باسم جمعية الاتحاد والترقي. حنا على ثقة بالتزامك بالدستور الجديد. الاتحاد والترقي كانوا ضد السلطان أصلاً، وضد كل ما يتخذه السلطان، وضد أيضاً حلفاء السلطان، ومن الأمر الطبيعي أن يكونوا أيضاً لهم موقف معين متحفظ على الأقل من تعيين الشريف حسين في مكة. هذا الوضع تطور تدريجياً إلى خلاف حقيقي بين الشريف وبين المسؤولين العثمانيين في مكة، حتى أنهم كانوا يتجسسون عليه ويبعثون بالتقارير إلى إسطنبول للتخلص منه. يعني هو يعرف أن هؤلاء الذين جاءوا إليه يباحثوا على شكل الحكم الذي سيحكم فيه هم نفسهم اللي راحوا السلطان عبد الحميد وقالوا الأمة أنهت وجودك وبالتالي عليك أن ترحل، وكانوا أوغاد يعني لم يحترموا موقعك كسلطان بالذات انتهى في منطقة مبات فيها. ومع ذلك الشريف حسين كان يقدر السلطان عبد الحميد ورأى أن هؤلاء الناس عندما انقلبوا على السلطان عبد الحميد انقلبوا عليه بطريقة يعني لم تحلم حتى وجوده كخليفة ومنصبه كخليفة. The man who followed him, Mehmed V, was to prove a much weaker sultan, and that was no coincidence. The Young Turks increasingly had the courage to take a firmer hand in running the Ottoman Empire and wanted a weaker sultan to help fulfill their agenda. واقتضى مخطط الاتحاديين إضعاف القوميات غير التركية لغة، اقتصادا، ثقافة ومنظمة سياسية. ولما كان العرب يشكلون أغلبية في الإمبراطورية العثمانية كانت الضربة أشد قسوة عليهم. The Ottoman clampdown on Arabist society drove some Arab ideologues underground, and two secret societies emerged that were to prove most influential. One among civilians of Damascus, Al-Fatat. We tend to call it Al-Fatat. The second, military men, was known as Al-Ahd, or the Covenant, or the Pact. احنا ايش اللي بدنا اياه؟ احنا بدنا المساواة بين العرب والأتراك، ويحترمونا ويحترمونا. هاي مش لغتنا. المشهد المحلي في المناطق العربية كان يقود إلى حالة غليان،
فيها خيط ثوري شعبي عنوانه الثورة ضد الظلم، الثورة ضد الاستبداد، الثورة ضد التعسف، الثورة ضد الجباية، الثورة ضد تقريبا قيمة العرب. وهذا ما بدأ في معراض في جرش وصولا إلى الكرك، الشوكة 1905، ثم الكرك 1910، ثم ثورة عسير. محطة عسير هي محطة مهمة في مسار السياسي لعلاقة الشريف حسين مع العرب. كان الشريف حسين لا يزال على انتمائه للإمبراطورية العثمانية حين شارك في حملة لإخماد الثورة في عسير إلى جانب أبائه، ومنهم كان الشريف فيصل. الوصول العثماني إلى عسير وقمع الثورة كان كارثيا. الشريف حسين كان أحد الناس اللي موجودين في الحملة العثمانية. عندما شاهد هذا القمع وهذا الضرب وهذا الحرق وهذا التقتيل للناس، أمامه مفصل مهم، إما الاستمرار مثل هذه الحملة وإما أن يوقف هذا الأمر ويتراجع. Brutality. They saw the Ottomans burning down houses, summary executions, and they started to think, they wondered whether they were on the right side. وفي حين استطاع العثمانيون احتواء الثورة في عسير، كانت ثورة أخرى في البلقان قد تطورت إلى حرب ضروس أنهكت موارد الإمبراطورية، لتضطر على إثرها إلى زيادة الضرائب، مصادرة المحاصيل، والتجنيد الإجباري في مختلف أرجاء الإمبراطورية. أرسل التجنيد الإجباري العثماني الآلاف من الشباب إلى جبهات القتال ليواجهوا مصيراً شبه محتوم. In January 1913, the First Balkan War was coming to a close, the Ottomans having suffered tremendous territorial losses in the Balkans. To enforce their bid to shift war policies, the Young Turks, led by Enver, galloped round to the offices of the Ottoman government, the Sublime Porte, forced their way in at gunpoint, and forced the cabinet to resign en masse. Would give the Young Turks for the first time control over the Ottoman government. After the January coup, three Young Turk leaders emerged, become a triumvirate that would rule the Ottoman Empire right through the First World War. Enver was to give himself the position of being Minister of War. In the Interior Ministry was Talat Pasha, and then Minister of Marine was Cemal Pasha. They were patriotic, were disenchanted by the failings of the government to that point. And they were men who had very few doubts about their own abilities. And that sense of self-confidence would see them achieve great things, but could produce a rashness that at times taking the Ottoman Empire down with them. بعد أن شاهد العرب الاتحاديين يمسكون مقاليد السلطة المطلقة يرين الإمبراطورية نحو مستقبل حالك، قرروا أن آن أوان التحرك. The Hashemites were approached by members of Arabist secret societies in Damascus. There were movements afoot in the Arab world seeking to secure Arab autonomy from the Ottoman Empire, Arab goals that were widespread, and the person they wanted to lead them, the Arab with the finest family tree, was none other than Sharif Hussein of Mecca. Suddenly, they realized that there was an Arab resistance movement, and that they were actively talking about an out-and-out uprising and rebellion against the Ottoman Sultanate. لكن قبل أن يخطو الشريف الحسين أي خطوة، كان عليه أن يواجه تحدياً كبيراً واجه مكة وأهلها والحجاز. إنه خط الحجاز الحديدي. فبعد قرون من اعتماد على تقديم خدمات للمسافرين من الحجاز، هدد وصول خط الحجاز الحديدي إلى المدينة معيشتهم
وسلبهم مصدر رزقهم. فلم يبق خط الحجاز الذي تمتد من دمشق حتى المدينة المنورة سوى الرحلة القصيرة بين المدينة ومكة ليقدم البدو خدماته للحجاج فيها. لكن حتى هذا كان على وشك أن يتغير. At the end of 1913, the existing Wali, the governor of the Hejaz, was recalled and replaced by a new man, Vahid Pasha. And he arrives at the beginning of 1914 with the very unwelcome news that the Ottoman government is determined to extend the railway from Medina to Mecca. Hussein demonstrates a campaign of civil disobedience, and you start having rioting and strikes. And the Bedou do their utmost to stop the railway being built. وقبل أن يصل التصعيد إلى ذروته مع حثيان الاتحاديين، كان على الشريف حسين أن يبحث عن حليف يسانده أمام جبروت الاتحاديين الذين لم يكن للعرب أك قدرة على مجابهتهم. فطلب من ابنه الشريف عبد الله الذي كان متجها إلى الأستانة أن يعرج على مصر في مهمة سرية. Abdullah stops in Cairo, and there he meets two people. One is Kitchener, the High Commissioner. The other is one of Kitchener's officials, Ronald Storrs. This meeting is really important. It's the first time that Storrs has met Abdullah, and that first crucial bond of trust has been established. لو صار بيننا وبين الأتراك توقفوا معنا؟ للأسف حكومة جلالة المالك ان تساند أي عمل ضد الأثمانيين طالما لديها عقد سلام معهم. Storrs had said, "We can't help you." But Abdullah went away feeling that he had a potential ally. لكن حدثا على بعد 2000 ميل كان كفيلا بتغيير العالم اجمع. ففي عام 1914 اغتيل وريث عرش إمبراطورية النمسا المجر أثناء زيارة له إلى سراييفو في صربيا، فأعلنت إمبراطورية النمسا المجر الحرب على صربيا لتنضم إليها الإمبراطورية الألمانية ومن ثم إيطاليا، ليصار إلى تسمية هذه الدول بدول المحور. وكانت كل من فرنسا والإمبراطورية الروسية قد اتخذتا جانب صربيا وتبعتهما المملكة المتحدة لتشكل هذه الدول ما صار يعرف بقوى الحلفاء في مواجهة دول المحور. فاندلعت حرب كارثية بأبعاد كونية. ومع أن الإمبراطورية العثمانية أعلنت أنها ستلتزم الحياد، إلا أن إعلان التعبئة العامة في آب عام 1914 بعث الشك لدى الشريف حسين في مدى التزام الإمبراطورية العثمانية بحيادها، فراح يبعث رسالة تلو الأخرى إلى المسؤولين العثمانيين في الأستانة يرجوهم فيها ألا يدخلوا حرب لن تجر على من يدخلها سوى الكوارث والويلات. Believe that if they stayed neutral, they wouldn't have any chance for survival politically. There would be a partition. They would be a colony. And they certainly believed in this. لكن محاولات الشريف حسين ذهب حين قامت الإمبراطورية العثمانية بهجوم مباغت على الأسطول الروسي لتدخل على إثرها الحرب رسميا. بعد ذلك قطعت دول الحلفاء علاقاتها السياسية وكل ارتباط لها بتركيا. أصدر السفير الفرنسي أمراً لجميع القنصليات في بلاد الشام ومنها القنصلية الفرنسية في بيروت بإحراق جميع الأوراق السرية في السفارة. جميع القنصليات أحرقت أوراقها باستثناء القنصلية الفرنسية في بيروت، وكان القنصل فيها بيكو، وظن أن الأمر غيابه عن القنصلية لا يستغرق أكثر من أسبوعين ثم يعود، فلم يقم بإحراق الوثائق،
وإنما أخفاها في جدار داخلي للقنصلية، وأطلع في اللي بزلزل المترجم وين مكان. Once the Ottomans were in the war, stores at Chisinau resumed a conversation about potential alliances to balance the threat of the Ottoman Empire. Kitchener authorized stores to re-establish links with the Hashemites and reopen that conversation. فهل أنكم وسمو والدكم المعظم على رأيكم فإن بريطانيا العظمى على استعداد لإمداد العربية بكل سيف ضيعت اللبن. أهمل الشريف حسين العرض البريطاني لأنه أراد التزام الحياد مبدأ في حرب كونية للعرب ناقة فيها أو جمل، لكن هذا الحياد لم يكن ليقبل به الاتحاديون، خاصة وأنهم أرادوا للشريف حسين أن يلعب دورا مهما في حربهم إلى جانب الإمبراطورية الألمانية. بعد أن أعلن الدولة العثمانية التعبئة العامة، كان هناك شغل من الألمان أنه إقناع السلطان العثماني بإعلان حالة الجهاد المقدس. ألمانيا قد استخدمت كل ثقلها وقواها لإقناع الناس بدعوة الجهاد، واستخدمت عدد هائل من المستشرقين، وكان أحد أهم المستشرقين ماكس أوبنهايم راب فكرة الجهاد. تطوع شيخ الإسلام للمبادرة وإعلان مبدأ الجهاد، وكان ذلك في جامع الفاتح في إسطنبول بحضور كبار رجال الدولة وقيادات الاتحاديين. كان هناك ضغط على الشريف حسين بن علي بأن يعلن الجهاد من مكة برمزية مكة عند المسلمين. لم يقبل الشريف حسين بهذا، كان مدرك بواقعية صلبة جدا أن إعلان الجهاد لا يكون بهذه الطريقة، وليس هذا الجهاد هو المطلوب. ذلك الإدراك عظيم لمسألة أن مبادئ الإسلام ليست في سلطة أو غازي أو مستعمر أو شركة تريد أن تحل في المنطقة وتصنع وجودا يوافق مصالحها فقط. لم يكن يمكن للجهاد هذا أن ينجح، لأنه كما كان يقال أنه جهاد صنع في ألمانيا. إلحاح حكومة الاتحاديين على ضرورة الشريف حسين الجهاد وصل ذروته حين قرروا شن هجوم على القوات البريطانية في قناة السويس، وضغطوا عليه أن يبعث قوات تساندهم في الحملة، ولكن الشريف حسين لم يرضخ. انطلق الهجوم العثماني على السويس بقيادة جمال باشا، أحد أقطاب ثلاثي القوة في حكومة الاتحاديين وحاكم سوريا. When the expedition against Suez fails, Jamal, who's responsible for it, goes back to Damascus and starts to ask himself why it's failed. And one of the people that he scapegoats are the Arab nationalists. They are blamed. There's a sort of the sense that they are a fifth column who are not pro-Ottoman. تحول إحباط جمال باشا إلى غضب صب جامه على أحرار العرب، فأصدر قراره بتضييق الخناق عليهم، إلى أن وصل الحد به إلى أن يراقب مراسلاتهم بحثاً عن أي دليل لتجريمهم. Jamal knew that there were Arabs in the provinces who had been in contact with European powers seeking independence or autonomy from the Ottoman Empire. One of the first things that the Ottomans did was to seize the papers of the British and French consulates. ولم يجدهم تفتيش قنصليات دول نفعا، إذ كانت كل الوثائق قد أحرقت أو أخفيت في النهاية. في تلك الأثناء أدت تغيرات في إدارة الحرب إلى أن يصبح اللورد كيتشنر وزيرا لها في بريطانيا، ليستلم السير هنري ماكماهون منصبه في القاهرة، وجاء بتعليمات واضحة من قيادته الوصول إلى اتفاق مع الشريف حسين. What should we tell them? Well, Sir Henry McMahon came to his job in Cairo with a new mandate to try and engage the Sharifs of Mecca in a discussion to secure an alliance that would open a revolt against the Ottoman Empire. Great Britain is prepared to recognize and support the independence of the Arabs within the territories in the limits and boundaries proposed by the Sheriff of Mecca. If you are still interested in leading this movement to gain the Arabs their full independence, we the British are willing to give you as much help as we possibly can to make that happen. أدرك الشريف حسين في ذلك الحين أن الأوان قد آن،
وألا مقص من مواجهة الاتحاديين. ولأنه كان يعلم أنه ما عاد يمثل الحجاز وحده بل العرب أجمعين، فقد قرر أن يبعث ابنه الشريف فيصل إلى دمشق لكي يستمع إلى مطالب قادتهم هناك. And there he is brought in to Al-Fatah, the secret society. He's made a member of this secret organization. And at the same time, they present him with a much clearer outline of what it is they want. And this is the Damascus Protocol. Suddenly, the Sharifs began to conceive of their movement not so much as independence of the Hijaz, but to speak on behalf of the Arab world as a whole and to seek an Arab kingdom. It was an enormously exciting idea, but it was also one that was laden with risks and dangers. The decision to go on to footing of rebellion could not be taken lightly, nor could the Hashemites have much confidence of success when the idea was first mooted. وكانت أمام الشريف فيصل مهمة في غاية الخطورة، إيصال الميثاق إلى الشريف حسين في مكة دون وقوعه في يد الاتحاديين. لو وجد بيان دمشق لن يتوانى جمال باشا السفاح عن إعدام فيصل والحيلولة دون وصول الحجاز. وأك فيصل يعني معروف القصة بأنه هرب بيان دمشق في حذاء خادمه معه في القطار. وكتب الشريف حسين رده على مكماهن بناء على ميثاق دمشق وما ذكر فيه من مطالب. England will acknowledge the independence of the Arab countries bounded on the north by Messina up to the 37th degree of latitude up to the border of Persia, on the east by the border of Persia up to the Gulf of Basra, on the south by the Indian Ocean, with the exception of the position of Aden, as it is, on the west by the Red Sea, Mediterranean Sea, up to Messina. These are the boundaries he insists we deliver on. The British, when first given Sharif Hussein's territorial demands, dismissed them as excessive. And Britain was still very confident that it was going to prevail in forcing the Dardanelles and conquering Constantinople. We will say that that we declare once more that His Majesty's government would welcome the resumption of the Caliphate by an Arab of true race. In regards to the questions of limits and boundaries, it would appear to be premature to consume our time in discussing such detail in the heat of war. The British were not so desperate to conclude a deal with the Hashemites in the summer of 1915, and were not even convinced that the old man was speaking on behalf of the Arab world. ولكن مرة أخرى حدث على ساحة الحرب في أوروبا ما سيغير كل شيء. ففي أيار 1915 بدأ الحلفاء حملة جاليبولي، وهو هجوم ضخم شنه الحلفاء على الإمبراطورية العثمانية خلال مضيق الدردنيل بهدف الوصول إلى الأستانة. ومع أن فشل الحملة كان ذريعا، إلا أن جاليبولي بصدفة بحتة حملت بارقة أمل جديد للعرب. He was an Arab from the Iraqi city of Mosul who claimed to be a member of a secret Arabist society with knowledge of Hussein's contacts with secret Arabist societies. I'm Lieutenant Mohammed Farouqi. I have important information for you. And confirmed that the secret Arab societies and frontiers to share with the Sharif that very much to the Damascus document. Sir Henry McMahon concedes to the vast territory demanded by Sharif Hussein. ومع أن مكماهن وافق على معظم الحدود التي طالب بها الشريف حسين، إلا أنه أصر أن النقاش بشأن بعض المناطق لابد أن يؤجل حتى نهاية الحرب. Sir Henry adopted the kind of vague language, excluding territories to the west of the districts of Homs, Hama, Aleppo, and Damascus, as not being entirely Arab. With those exclusions in mind,
The territory demanded by the Damascus document was conceded to be the basis of an Arab kingdom under the rule of the Hashemites. واستمرت مراسلات الحسين مكماهن حتى تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن حدود المملكة العربية المستقلة وشكل الدعم الذي ستقدمه بريطانيا للثورة العربية التي تم اتفاق على أنها ستنطلق في الحجاز وسوريا في آن. لكن مفاجأة وصلت لهم من جمال باشا في دمشق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا جمال. حرك حملة مرتين ثانية للسويس يسأل عن الرجال اللي وعدنا بهم. النوبة هذه ما نقدر نقول لا. زين يوه أنا أقول أخذ كم فارس واروح له لجل ما يشك فيها. هناك أنتظر إشارتك لجل نبدأ الثورة. وانطلق الشريف فيصل مع 50 فارسا ليكونوا أمام جمال باشا طلائع المتطوعين لحملة السويس الثانية وفي الحقيقة ليساندوا انطلاق الثورة في شقها الشامي. لكن جعبة جمال باشا لم تخرج. ذهب الأتراك والألمان لتفتيش القنصلية فلم يجدوا شيئا، فأرسلوا إلى فيليب زلزل انظر معنا ونقبل، إذا سلمتنا الوثائق سنطلق سراحك. فجاء وأخرج الوثائق من مكانها وسلمهم إياها وأطلق سراحه، ولكن في هذه الوثائق أسماء أحرار العرب في جمعيتي العربية الفتاة وجمعية الأحرار. محمد شانتي إل شافي، توفيق إل بشار، سيف الدين الكاتب، علي عمر إل نشا شيبي. جورجي إل حداد، سعيد فاضل أكل، عبدالغاني الآرسي، لما وصل فيصل إلى دمشق لم يعرفها. السلام عليكم. لما اعتراها من When on arrival in Damascus, he found that the Arab movement had been broken. You have to remember, these were very influential people, some of the leading citizens of Beirut and Damascus. So it was unthinkable that the Ottoman state would harm such men. Now people were frightened, and Faisal realized that there would not be a kind of Damascene head to this Arab revolt, that Damascus was now lost to the Arab movement, and it was his job to try and save his partisans from the gallows and return to Medina with his men as soon as he possibly could. He wasted no efforts to try and lobby Jemal Pasha to show clemency to his friends and comrades who now were threatened with execution. عندك يا رب اسير رقمانيتا لب اديروم برسافاش ورتا سند بلندموز هالدي از لغارجين لي كارت منان زمان ديل. geçmiş zamanın birinde Napolyon kendine bir yaptırmış. Bir gün bir ayakkabıcıyı o heykelin başına getirip heykeldeki ayakkabı konusunda beni beyan etmesini istemiş. Ayakkabıcı heykele bakmış, bakmış,
Ayakkabılar iyi. Ama pantolon biraz demesine kalmadan Napolyon hiddetle sözünü kesmiş ve demiş ki sen sadece bir ayakkabıcısın. Sana sorulanlara cevap ver. Gerisine fikrini beyan etme demiş. Sizden beyan etmenizi istediğim fikir şudur. A very unhelpful telegram arrives from his father Hussein, addressed to Jamal, saying you need to recognize the independence of Jazz. And Jamal confronts Faisal with this. لا يعني ليش هنشيل مبار؟ Ben yeminim. Sen biliyorsun. Benim babam birçok Arap gibi Türkçe iyi konuşamıyor. Ayrıca ben buradayım. Bu yeterli değil mi? Tesadüfe bakın ki Baba Ali babanıza kardeşiniz Ali Şam'dan gelene kadar burada misafirimiz olarak kalacağınızı söylemiş. وفي حين علم فيصل أنه لن يستطيع مغادرة دمشق دون إعلان الجهاد ووصول المتطوعين العرب من الحجاز، كان جمال يخطط لما هو أفظع. عبد الحميد الزهراوي، عبد الوهاب احمد انجليزي، رشدي احمد الشمام. Öldürürüm onları. شبك شوفي شوفي شرشتي ها شو هذا بايدك مش في يوسف حويك نخل المطران
شفيق بن أحمد العظم، عبد الوهاب الإنجليزي. رفيق بن موسى سلوم، عبد الحميد الزهراني، رشدي الشمعة، باب الموت يا ورا. It was better to fight and die against such tyranny than to continue to live in the bitterness of Turkish rule. From that moment forward, Faisal had no further business in Damascus. He was only looking for a way that he could leave Damascus with Jamal's permission to return to the Hejaz and launch the revolt. Hoş geldin Şerif. Oturmaz mısın? Neden? Ne neden? Neden onları idam ettin? O hainler için az bile yaptım. Kime hainlik etmişler? İmparatorluğa. İmparatorluğumuza. Arap eskileri hazır. Güzel. Ne zaman gelecekler? Benim onları liderlik etmemi istiyorlar. Baba bunun cihat çaresine harikulada bir intiba vereceğini söylüyor. Gidebilirsin. Ancak bir temsilciyle birlikte. Adamların burada kalacaklar. Niye olabileceğini düşünüyorsunuz? Faisal claimed he was going back to lead the recruits his brothers had raised to join the Ottoman war effort. وعاد شريف فيصل دون رجاله إلى المدينة المنورة في الحجاز بحجة جلب المتطوعين الذين ينتظرهم جمال باشا. الشريف علي بن الحسين أحد أنجال الحسين بن علي، وعندما جاء فيصل من دمشق كان قد أعد له علي بن الحسين 1500 مقاتل هم نواة صلبة للجيش الذي سيقود بداية الثورة وإعلان مشروع النهضة العربية. رجال جاهزين، بدنا كم يوم نلحقكم إن شاء الله. الله معكم. الله معكم. الله معكم. قول يا نسيم جيبك تروح معهم وتجيب أهلك بعينيا. راح أرسلك برقيتين، برقية الأولى تقول أرسل صندوقين بالقدام، هذا يعني أن الثورة ودها شهرين زدة. إذا أرسلت لك أرسل الفرس الشقرة، هذا يعني أن الثورة ودها خمسة أيام. فهمتني؟ الله معك. في أمان الله. أمان الله. ومع أن الشريف فيصل ظن أن حيلته انطلت على جمال باشا، إلا أن جمال باشا بعث بأعتى قادته العسكريين فخري إلى المدينة كإجراء احترازي. جمال باشا السفاح أدرك بأن الحجاز ستكون هي نقطة ضعف، فأوعز إلى قيادته بإرسال عدد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة المنورة بحدود 3500 جندي ومدافع وألغام وما إلى ذلك. أسكرلر صبوك صبوك أسكرلر صبوك. الشريف حسين بن علي كان مدرك أن المدينة المنورة قاعدة عسكرية أصبحت العثمانية. هنا استعجل الشريف حسين في إعلان الثورة،
يعني المعارك ضراوة على جبهات الحرب، ضغوط الإعلان الجهاد، فكل هذه كانت تحتم على الشريف حسين أن يخضع للضرورة أو الواقعية التي كانت موجودة سياسيا وعسكريا وعملياتيا في موضوع المدينة المنورة. واتخذ الشريف حسين قراره، وأرسلت برقية إلى رجال الشريف فيصل في دمشق تعلمه على وشك أن تبدأ، ولكن ليس بعد شهرين بل بعد أيام خمسة. الربع عليهم. وللحفاظ على عنصر المفاجأة قام الثوار بقطع خطوط البرق بين المدن في الحجاز. وبينما كان تحت إمرة الشريف علي والشريف فيصل قرب المدينة ما يربو على 1200 من الثوار، كان الشريف عبد الله بحاجة إلى مزيد من الوقت لتجنيد المزيد من الثوار قرب الطائف، ولكن كان عليه أن يفعل ذلك أمام أعين الوالي العثماني وجنوده هناك. ولكي يتمكن من ذلك دون أن يثير الشبهات، قرر أن يواجه الوالي في لقاء قد يكلفه حياته. أرجال هاي مهان، مجموعة رجال القبائل، احنا الحين نعاود